دائما نيجي عند الرب، دائما نيجي عند الرب نشكيله بشيء، مش بس عند الرب، عند القسيس دائما. اول ما يشوفوني الاخوي بيبدو يشكولي، قسيس بنفعش هيك وبنفعش هيك ولازم نعمل. يا اخي شوي شوي ايجوا عند الرب، يا رب انا نازل توعظ فيهم للجماعه، الجماعه ما عندش ياكلوا، اذا بنخليهم هون بيخوروا من. دائما في ناس بتفكر انه بتعرف اكثر من الله. حتى اكم من مره يعني بده يقولوا بشوفوا الكتاب، لما راى جمعا كثيرا تحنن عليهم، اصلا هو كان يحكي معهم لانه تحنن عليهم، مزبوط؟ يعني هو اله الحنان، ابو الرأفه والحنان، او اله كل تعزيه. بس هذول التلاميذ ما شاء الله عليهم، زي اغلب التلاميذ اليوم دائما بحبوا يوقفوا بعيد يطلعوا هيك يعطوا وعظات للرب. يا رب يعني ايش؟ شو بدك تضلك توعظ انت ليل نهار؟ الجماعه هذول ماتوا من الجوع، واذا اسا بنصرفهم بالطريق يروحوا يجيبوا اكل ويرجعوا لعندك عشان تكمل الوعظة، لانك انت بتحب توعظ زي القسيس يوسف، فعشان هيك بيموتوا بالطريق. مش هيك قاعدوا يقولوا للرب؟ دائما الناس بتفكر بتعرف امور اكثر من الرب. يعني كم من مره شعرت يعني اخوي بده يعلموني حتى اني احب يعلموني اخونا لازم نصلي. شكرا اخونا، اكيد لازم نصلي، بس هيك بيعطوك ملاحظات وكان انت بتعملش هالاشياء. لازم نصلي، لازم نوعظ، لازم نحب، لازم هيك، لازم نسامح. وهيك قعدوا للرب بيقولوا له يا رب لازم نطعميهم، ولازم ولازم ولازم. اجى الرب طعميهم انتو. في فرق، في ناس شاطرين يقولوا لك ايش انت لازم تعمل، بس هني بيعملوش اشي، مزبوط؟ بيعملوش اشي. قسيس لازم نبدع على الوقت، لما هو بيجي متأخر ربع ساعة، اما بشوفوا انه هذا اللي بيجي الساعة 8:15، سوري 7:15، 8:15، لا الامراض بيجوا بس بيختموا الاجتماع، بس 7:15 هذول اللي بيجوا بيضايقك، فبيجي لي قسيس لازم تحكي على الموضوع انه كل ام لازم تمسك ابنها. طيب شو مع ابنك انت؟ لا قفلتوا لي ابني انا، معلش، مزبوط؟ هيك دائما الناس عندها ملاحظات تقولها، بس هي ما بتبادر انه تعمل شيء، مزبوط؟ مزبوط؟ دفعوكم مصاري على الباب، انذكرت نسيت انا، قول امين. امين. فقال لهم بدل ما تقولوا لي انه ما فيش عندهم ياكل، طب بسيطه، اذا انتم شايفين انه الناس جوعانه، واذا انتم شايفين انه ما عمش ياكلوا، طب اعطوهم انتوا، اعطوهم ياكلوا. فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا. فقالوا له انمضي ونبتاع خبزا بقيمتي دينار؟ بدك ندفع 200 دينار حتى ياكلوا؟ فقال لهم كم رغيفا عندكم، اذهبوا وانظروا. شايف كلمه اذهبوا؟ يعني الرب بيقول بدك تحل الامور، اول شيء افحص ايش انت بتقدر تعمل، مزبوط؟ ايش انت بتقدر تعمل؟ روح شوف قبل ما تجيب المشكله، قبل ما تطرح انه مش قادرين نطعم الناس، افحصوا قديش عندكم، اكمن ايش انت بتقدر تعطي. اذهب وافحص. امرات من غير ما نفحص، من غير ما ننظر، نبدا قلنا نجيب المشاكل، مزبوط؟ فالرب بقول بسيطه، بدك تطعم هذول الناس، اول شيء افحص ايش في عندك انت، بعدين تعالوا. فاذهبوا وانظروا، ولما عملوا، شايف دائما في طاعه، دائما في طاعه، قالوا 5 وسمكتان، يعني مش كتير، بس على الاقل اخذوا المبادره انه راحوا فحصوا وجابوا اللي عندهم مع انه قليل، بس عملوا شيء. الرب اخذ القليل هذا وعملوا كتير. بس من ايش صارت المعجزه؟ تعرفوا كيف صارت المعجزة؟ إنه هدول الناس عرفوا إيش عندهم وقدموا للرب، بادروا بشيء، ما ناموا، قالوا يلا ما هو الرب وعز، هو الرب يدبر حاله، ما لا، قال أنا كل اللي عندي بس 2 سمكتين و5 أرغفة، بس لما تجيبهم عند الرب وتحطهم عند إجريه
هاي بتطعمي 5000 رجل، ولو ما نحط يعني نصهم متجوزين هاي كمان 2500، وإذا كل واحد مخلفيت لولدين، مع أنه هناك كان يخلفوا 8 و10، بس خلي كل واحد خلفت ولدين 2500، قدروا بتنا هاي كمان 5000، يعني قريب إن إحنا 12000-13000 غير مش عارف مين كمان، مظبوط؟ في 12000-13000 نسمة قاعدين بهال. ولكن هذا بلش إنه الناس أخذت الخطوة تجيب السمكتين. إذا بدك تشوف عجائب بحياتك يا جابي، إذا بدك تشوف عجائب بحياتك، خذ المبادرة، تورج الرب الاستعداد، تورج الرب إنك أنت عم تعمل شيء، مش بس تصلي يا رب أعمل أعمل أعمل، الرب يقول لك ماذا تريد أن أعمل بك؟ هيك قال له لبرتماوس الأعمى، قال له ماذا تريد؟ قال له أن أبصر، قال له أبصر. أمين؟ دعونا نحن رؤوسنا ونصلي. خلينا كلياتنا تعملوا معروف، نحن رؤوسنا أمام الرب ونصلي بإيمان. كيف نتجاوب مع كلمة الرب اللي سمعناها؟ لعازر لما مات كان موضوع في قبر عليه حجر عظيم كبير، يسوع قال لهم ارفعوا الحجر، ولما رفعوا الحجر هو رفع لعازر من القبر. شايف كيف الرب عم بيكلمك وبيكلمني وبيكلمك يا أختي؟ في شيء لازم تعمله بحياتك، تبادر بالإيمان، تبادر في أخذ خطوة، ما تكون كسلان، ما تكون متكل على غيرك، ما تكون إنسان بس دايما عندك تذمرات، ما تقول إنه الأمور مش ماشي مظبوط، بس ما عليك غير إنك أنت تبدأ والرب بيكمل. الرب بيملي الناقص، الرب بيسدد الاحتياج، ولكن بالأول لازم نحن نحاول نأخذ الحصة تبعتنا، ناخد الدور تبعنا. زي المرأة اللي قدمت فلسين، هي جابت أعوازة وعطتها للرب حتى تورج الرب إني أنا بدي أكون جزء من ما يعملوه في هذا الهيكل، بدي أكون جزء من العبادي. إذا أنت كمان بدك تكون جزء من ملكوت الله، عليك تبادر، عليك تبادر وتعمل أمور حتى الرب يجبر الناقص. قومي استنيري، لأن نور الرب قد جاء، لأن نور الرب قد أنار، لأن مجد الرب قد جاء. قال له استيقظ، استيقظ أيها النائم، وقم من الأموات فيضيء لك إنجيل المسيح. إله القدوس، نحن نشكرك يا رب، نشكرك يا رب لأنه كل واحد فينا هم بقلبنا كتير أشياء بدنا نعملها لإلك، ولكن أشكرك لأنك علمتنا اليوم إنه علينا أن نبادر، علينا أن نبادر حتى تحصل المعجزة، علينا يا سيد الرب أن نسلك كما سلكوا هذول الأشخاص اللي جابوا عندك المشلول وما كان في مكان يقدموه في داخل هذا البيت فنقروا السطح. يا رب علمنا نبادر، حتى أمرات لازم ننقر سطح، علمنا نبادر زي ما صرخ الأعمى، زي ما صرخ زكى العشار، حاول يشوفك ما قدر، أخذ المبادرة وطلع على الشجرة وهيك أنت التقيت معاه. يا رب علمنا في أمور نحن لازم نعملها، وظيفتنا خلينا نعملها بأكمل وجه، وفي أمور أنت رح تعملها يا رب، نحن منبدأ وأنت بتكمل، نحن منعمل إيش البشر بيقدروا يعملوا وأنت بتعمل اللي ما بيقدر يعمله ولا حد، لأنك إله كل نعمة. قوم استنيري لأنه قد جاء نورك، قوم استنيري لأنه مجد الرب أشرق عليك، مبارك اسمك أيها الرب الإله. يا رب أنا أصلي لأجل إخوتي وخياتي، تأخذ أي الكلمة تزرعها في قلوبنا، يتمجد الآب بالابن، مبارك اسمه إلى أبد الآبدين، وشعب الرب يقول آمين.